في اعتقادي الكتاب الديني والكتاب العلمي هذوما الكتب يعني اكثر رواجا في الان. يعني ما زلت لما اتجول المعرض يعني بنسبه عاليه ما زال، ولكن يبدو لي كتاب العلمي موجود، كتاب على حساب يعني الجولة الأولى المسح الأول للمعرض. طبعا أنا على حسب ما شفت القصص تاع الأطفال الصغار، وشفت قصص الأنبياء، هذو هما اللي شفتهم بزاف. كتب دينية وي. والله أنا واش لاحظت يعني الإقبال كبير على كتب الطبخ والكتب الدينية، يعني هذه اللي شفت يعني الناس فيه تهافت وإقبال كبير على 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 هذه الكتب، كتب الأطفال، قصص قصيرة، قصص قبل النوم، وكاين الكتب الدينية أيضا. الملاحظ أن أكثر الأجنحة إقبالا وكثافة وشراء هي أجنحة الكتاب الديني، وهذا ينم عن حب الجزائريين لتعلم دينهم وارتباطهم بثقافتهم الإسلامية. Oh,